في هذا الفيديو سوف نخصصه لأفضل لاعبين خط الوسط في لعبة الإف سي موبايل يا جماعة. بالتالي سوف أستعرض لكم أفضل لاعبين في خط الوسط سواء في مركز السي إم أو في مركز الكام أو حتى في مركز السد إم يا جماعة. بالتالي أول شيء خلونا نعطي هذه النقطة المهارة لبيلينغهام، فيعني أعتقد أنني سوف أمنحها له في البدني لأن البدني يضيف في التحكم بالكرة وفي التوازن وفي القوة كذلك، لذلك خلونا نعطيها لبيلينغهام ثم سوف نستكمل الفيديو الخاص بنا يا جماعة. لذلك قبل البداية شباب لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو وخلونا ننطلق يا جماعة. فبعد أن عملت لكم أفضل المدافعين وأفضل المهاجمين كلا التصنيفين، يعني وجدت صعوبة في اختيار الأفضل ثم الأفضل يا شباب، لأنه من الصعب أن تقوم بالاختيار مثلا بين الصون وبين الظهيرة لأنه كلاهما جيدين، بالتالي فمن الصعوبة بالمكان أن تعطيني أفضل واحد من بين هذين الاثنين. ونفس الشيء فيما يتعلق بين مثلا جوطا ودياز يا شباب، فمن الصعب الاختيار بين كلاهما لأن كلاهما جيدين. أما بالنسبة لخط الوسط خصوصا في مركز السي ام، فأعتقد أن هنالك مشكلة في الشركة لأن أغلب البطاقات سيئة في مركز السي ام. أول مرة أرى في لعبة الفيفا موبايل أو حتى الإف سي موبايل هذا المشكل يا شباب، من الصعب أن تجد لاعب جيد. يعني إذا قلت لكم أفضل اللاعبين في خط الوسط سوف يكونون أقل بكثير من 3 أو 4 هم الجيدين فقط في كل لاعبين السي ام الموجودين حاليا في اللعبة يا أصدقاء. إما أن تجد لاعب بأربعة نجوم مهارة وأربعة قدم ضعيفة، ثم تجد أن مشكله في البدني مثلا بطاقة بيدري، أو أن تجد بطاقة متكاملة من حيث الطاقات في كل ما يتعلق بالتسديد والتمرير والبدني، ثم تجد أن لديه 3 نجوم مهارة و3 قدم ضعيفة، أو أن تجد بطاقة متكاملة ب5 قدم ضعيفة و4 نجوم مهارة، ثم تجد أن العيب الخاص بها هو الإيقاع والبدني يا أصدقاء. بالتالي فكل بطاقات السي ام يا شباب، يعني أعاني من أجل أن أنتقي لكم أفضل البطاقات يا أصدقاء، لأنه قبل أن تشتري البطاقة ينبغي لك أن تتأكد من 3 عناصر ينبغي أن تتوفر في بطاقة سي ام. أول شيء أن يكون 4 نجوم مهارة، إذا كان 3 نجوم مهارة أنصحك بتغييره. ثاني شيء أن لا يكون يقل عن 4 قدم ضعيفة، إذا كان 3 قدم ضعيفة فابتعد عن هذا اللاعب يا صديقي. وآخر شيء يا أصدقاء ينبغي أن يكون لديه التمرير جيد والتسديد جيد والبدني جيد، لأن أغلب السي ام إما أن تجد الإيقاع الخاص بهم ضعيف، إما أن تجد التسديد لديهم ضعيف يا أصدقاء، إما أن تجد البدني الخاص به ضعيف. بالتالي راح أريحك من كل هذه الاختيارات وسوف أعطيك الأفضل ثم الأفضل في مركز السي ام وحتى في مركز السد ام ومركز الكام. لذلك خلونا نبدأ بالترتيب يا شباب. إذا يا أصدقاء سوف نبدأ بأرخص لاعبين السي ام، ثم سوف نقوم بالصعود في الأسعار إلى حين أن نصل لأفضل لاعب سي ام في اللعبة يا شباب. معنا البطاقة الخاصة بديون، هذه البطاقة لا أنصحكم بها يا شباب، كما تلاحظون لديه 69 في التسديد يا رب يا شباب. لاعب في خط الوسط وتعطيه اللعب 69 في التسديد، والله يعني أكبر ثقب في اللعبة يا شباب. وحتى أنه ليس فقط في التسديد، فيملك حتى 3 في القدم الضعيفة. بالتالي هذه البطاقة فيعني سوف تجد بطاقات كثيرة في مركز السي ام فيها مثل هذه العيوب، إما أن تجد الإيقاع الخاص به ضعيف أو تجد التسديد الخاص به ضعيف. بالتالي لا حاجة لوضع مثل هذه البطاقات في اللعبة يا شباب، لأنه أعتقد أنه مشكل بالأساس في اللعبة يا شباب. معنا أول بطاقة سوف تكون متكاملة نوعا ما، إلا أن عيبها الوحيد هو 3 نجوم مهارة، لكن الطاقات شيء أسطوري، يعني تقريبا كل بطاقات فالفيردي سوف تجدها 3 نجوم، لكن الطاقات التي تعطيها الشركة يعني طاقات جبارة، لا في الإيقاع ولا في التمرير ولا حتى في المراوغة. بالتالي هذه أول بطاقة معنا يا شباب، سوف تكون جيدة بالنسبة للذين لا يمتلكون الكوينز كبداية لهم في لعبة الإف سي موبايل. وسوف ننتقل للبطاقة الموالية أصدقاء. معنا البطاقة الموالية هي البطاقة الخاصة بفييرا، هذه البطاقة يعني كما تلاحظون لماذا رشحتها لكم؟ لأنها ليست بطاقة هجومية 100%، يعني بالتالي 3 قدم ضعيفة لن تحتاجها، كذلك المهارات لن تحتاجها لأن هذه البطاقة سوف تجدها غالبا في الدفاع معك أو في مركز السي دي ام، لكن الطاقات الخاصة بها طاقات أسطورية، 85 في الإيقاع، 87 في البدني، و85 في الدفاع. بالتالي إذا كنت تلعب يعني بتشكيلة أو بخطة دفاعية، هذه البطاقة سوف تنفعك بشكل كبير في الدفاع يا صديقي. البطاقة الموالية هي أفضل بطاقة سي ام في المركز الرخيص يا شباب أو في المبلغ الرخيص. معنا بطاقة سيدورف بأوفر 88، 4 نجوم مهارة، 4 قدم ضعيفة، طاقات مستحيلة يا شباب، طاقات جبارة. إذا كنت ترغب في هذه البطاقة حتى بالنسبة للذين يمتلكون الكوينز أو يرغبون في لاعب خط وسط جبار، أنصحكم بهذه البطاقة يا أصدقاء. يمكنك أن تشتريها بأوفر 92 أو حتى 93، سوف تكون طاقات هذه البطاقة جبارة، سوف تؤدي معك بالشكل الكبير يا شباب. فهذه تقريبا أفضل بطاقة في السعر الرخيص يا شباب، ومن بين أفضل البطاقات حتى في السعر الغالي. إذا أردت شراء بطاقة سيدورف بأوفر 93 سوف تؤدي معك بالشكل الكبير يا صديقي، لأن مثل هذه
تزيد الطاقات لن تجدها في أي لاعب في اللعبة إلا في لاعب واحد الكل يعرفه، وسوف نأتي لدوره يا شباب. معانا البطاقة الموالية هي البطاقة الخاصة ببيرلو في مركز السي ام بي اوفر 90، 5 نجوم مهارة 4 قدم ضعيفة، طاقته أسطورية إلا فيما يتعلق بالبدن يا شباب، أي احتكاك سوف يفقد الكرة هذا اللاعب، لكن في المجمل بطاقة جبارة سوف تكون معك في مركز السي ام. إذا لم يكن معك الكوينز فهذه البطاقة كذلك جبارة، لكن في السعر الرخيص أنصحكم ببطاقة صدور، لن تجد أي بطاقة في مثل هذا السعر وكذلك في مثل هذه الطاقة يا صديقي. البطاقة الموالية هي البطاقة الصبي بالاك، من يتذكر هذه البطاقة التي كانت معنا في الفيفا موبايل كانت أسطورية، هذه البطاقة كذلك أسطورية بأربعة نجوم مهارة وأربع قدم ضعيفة، طاقتها نوعا ما متكاملة خصوصا الطاقة المتعلقة بالهجوم. إذا أردت تطوير هذه البطاقة أنصحك أن تقوم بالزيادة في الإيقاع لأنه هي نقطة الضعف الوحيدة الخاصة بهذه البطاقة، أما فيما يتعلق بالتسديد والتمرير والبدني بطاقة أسطورية صديقي. الآن يا أصدقاء سوف ننتقل للسعر المتوسط، ومعنا أول بطاقة، بطاقة دي بروين، أربعة نجوم مهارة خمسة قدم ضعيفة، يمتلك نقاط ضعف لكنها بطاقة نوعا ما متكاملة، هذه البطاقة يعني سوف تكون أسطورية معك إذا كنت تمتلك كوينز أنصحك بهذه البطاقة. إذا أردت تطويرها أنصحك بالإضافة في البدني وفيما يتعلق بالإيقاع، لكن في المجمل هذه البطاقة سوف تكون في الباور شوت أسطورية خصوصا في النص الميدان، بطاقة متكاملة. وننتقل للبطاقة الموالية أصدقاء. نعم يا شباب معانا عمكم وعم الكل، بطاقة خولات في مركز السي ام، أربعة نجوم مهارة خمس قدم ضعيفة، بطاقة بدون عيوب يا أصدقاء، وحش أرض الميدان، محراد أرض الميدان، أي تسمية تريد إطلاق على هذا العالمي سوف تجدها مطابقة لها يا شباب، بطاقة خارقة في نص الميدان. إذا كان معك الكوينز هذه أفضل بطاقة يا صديقي. هذه البطاقة تأتينا بأوفر 93 في 43 مليون، بطاقة يعني ثمنها في المتناول يا أصدقاء. حتى لو كانت لديك مثلا بطاقة 93 أنصحك بتطويرها ثم تقوم ببيعها ب 73، بالتالي هذه البطاقة ستكون أسطورية معك في خط النص يا شباب، حتى سعرها في المتناول ويعني في الماركت، يعني فيما يتعلق ببطاقة خولد بطاقة دائما مطلوبة في الماركت، يعني من المستحيل أن تجد عليها 999 نسخة يا صديقي، لأن هذه البطاقة يعني مطلوبة، الكل يحاول شرائها والكل يحاول بيعها. معانا في المركز الموالي سوبوسلاي يا شباب، هذه البطاقة خارقة لاعب ليفربول، أربعة قدم ضعيفة، أربعة نجوم مهارة، طاقته أسطورية، ينبغي لك إعطاؤه القليل من نقاط المهارة في البدني، سوف تكون معك بطاقة أسطورية في أرض الميدان، ولو أن خوليت يبقى أفضل منه يا صديقي لأنه خمس قدم ضعيفة، حتى الطاقات الخاصة بخوليت أفضل منه يا شباب، ولو أن خوليت في أوفر 90 يا جماعة. ننتقل للمركز القبل الأخير، معانا بطاقة ميلينكوفيتش سافيتش لاعب الهلال السعودي، أربعة نجوم مهارة خمسة قدم ضعيفة، بطاقة أسطورية، بطاقة جبارة في أرض الميدان، حتى القامة الخاصة به يعني عملاق في أرض الميدان، سوف يساعدك في الضربات الركنية، بطاقة سوف تكون معنا في المركز الثاني. الآن سوف ننتقل من أجل اكتشاف اللاعب في المركز الأول يا جماعة. معانا يا شباب بطاقة بالاك بأوفر 94، ولو أنه من المستحيل أن يشتريها ولا واحد، تأتينا بأربعة نجوم مهارة وأربع قدم ضعيفة، 81 في الإيقاع، 90 في التسديد، 91 في التمرير، بطاقة أسطورية. الآن سوف أقدم لك أفضل ثلاثة لاعبين خط الوسط يا صديقي، بداية بالبطاقة الخاصة به سيبوسلاي سوف يكون معانا في المركز الثالث يا شباب. أما بالنسبة للمركز الثاني سوف أعطي لبطاقة صدور، لأن هذه البطاقة يمكنك أن تقارنها مع لاعبين بأوفر 93 و94. وفي المركز الأول لأفضل سي ام في اللعبة سوف تكون معانا بطاقة خوليت، لو أعطيتها شوية تدريب سوف تكون بطاقة يمكن أن تقارنها مع بطاقة بالك الـ 94 يا شباب. أما بالنسبة لمركز السيد ام يا شباب، إذا لم يكن معك الكوينز أنصحك ببطاقة بيتي، هذه البطاقة معي يا شباب، بطاقة أسطورية في الدفاع حتى في المساندة الهجومية سوف تجده إلى جانبك يا صديقي. في المركز الموالي في مركز السيد ام سوف أرشح لك بطاقة ماتيوس، هذه البطاقة يعني ولو أنها نوعا ما هجومية يعني يترك مركزه في الوسط الدفاعي، لكن بطاقة في المتناول للجميع يا أصدقاء. حتى بالنسبة لبطاقة غوريتسكا فسوف تجدها غالبا في الهجوم، فيعني اللاعبين الذين يتركون مكانهم في مركز السيد ام فلا أحبهم يا شباب، لذلك أنصحكم دائما ببطاقة بيتيت، هذه البطاقة من الصعب أن يترك مكانه في خط الوسط الدفاعي، لذلك فبطبيعة الحال بطاقة بيتيت سوف تكون هي أفضل بطاقة في خط السيد ام، إذا اشتريته بأوفر أعلى سوف يؤدي معك بالشيء الكبير في أرض الميدان. أما بالنسبة لبطاقة ماتيوس بأوفر 93 فعيبها الوحيد هو البدني الخاص بها، يعني نفس الأمر فيما يتعلق ببطاقة ماتيوس الأولى، لأنه لاحظت أنه تقريبا بطاقة بيتيت سوف تكون بطاقة متكاملة معك يا صديقي، إذا اشتريته بأوفر 92 أو 93 وأعطيته شوية تدريب فسوف يصير خارق في خط النص يا شباب. الآن يا أصدقاء سوف ننتقل للمركز الموالي هو مركز ألكام، أول بطاقة معنا هي بطاقة زيكو، تأتينا بخمسة قدم ضعيفة وخمسة نجوم مهارة، بطاقة متكاملة يا شباب، لأنه ينبغي لك التركيز في مركز ألكام غالبا على الاختراق، إما بالمراوغة
الصبغة أو عن طريق التسديد من بعيد، لأن هذا هو دور لاعب ألكام، وكذلك دور آخر وهو الزيادة العددية في منطقة الجزاء الخاصة بالخصم. لذلك أول بطاقة أرشحها لك هي بطاقة زيكو. بالنسبة للبطاقة الموالية هي البطاقة الخاصة بكاكا، ولو أن عيبها الوحيد هو قدرة التحمل الخاصة به، إلا أنها بطاقة متكاملة في الطاقة يا صديقي. لكن بالنسبة لطبقة بطاقة زيدان، بطاقة أسطورية شباب هذه البطاقة، يعني كنا قد حصلنا على البطاقة المجانية الخاصة به من حدث الأيقونات، سوف تحصل عليها بسهولة هذه البطاقة، يعني حتى أنا أضعها في مركز SM وتؤدي معي بالشكل الكبير يا أصدقاء. بالتالي فبطاقة زيدان يمكنك أن تضعها في مركز الكام، كما يمكنك أن تضعها في مركز SM وتؤدي معك بالشيء الكبير. فهذه البطاقة الخاصة بي يا شباب، أضعها في مركز SM وأنتم تشاهدون الأهداف التي أسجلها بهذه البطاقة يا شباب. بطاقة عالمية، بطاقة أسطورية، حتى في الدفاع فأجد أن بطاقة زيدان يعود معي للدفاع ويقطع كرات، شأنه شأن بيلينغهام، لأن بيلينغهام هذه البطاقة كذلك مجانية كنا حصلنا عليها من الهدايا الخاصة باللعبة. ولو أن عيب هذه البطاقة هو من ناحية الهجومية لا تؤدي بالشيء الكبير، لكن بطاقة دفاعية 100% في قطع الكرات وفي بناء اللعب وفي التمريرات الأسطورية. هذا اللاعب يعني غالبا سوف أقوم بتغييره لأن الأدوار الهجومية الخاصة به قليلة يا شباب. بالتالي هذا هو الفيديو كان معنا اليوم خاص بلاعبين خط الوسط، أتمنى أن يكون قد أعجبكم يا شباب. لا تنسوا الاشتراك في القناة والإعجاب بالفيديو، وشكرا لكم على المشاهدة.